السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة في ميكرو الطنجاوي. شنو الرأي ديالكم السياحة في الشمال؟ غادي نسقسيك هذا العام هذا مغير للأعوام اللي فازوا بالنسبة لك، واش طنجة عامرة أولا طنجة خاوية بالنسبة للسياح؟ طنجة خاوية، كلشي كيمشي لإسبانيا المغربية تما كيعيشوا، يعني المغاربة ديالنا كيمشيو للمغربية إسبانيا كيعيشوا، كيجبروا الحياة تما رخيصة وكيعيشوا مع راسهم. وهذا العام الفرق ديال العام اللي فاز مع هذا العام ما كاين لا فرق، لا هذه 20 سنه ما بقى لا فرق ولا والو، يعني 20 سنه كامله جبتيها كامله مشات فترات. الا هضرت لك دابا شو غير على الصيفيه 2024 ما بقى فيها والو. شنو اللي تغير فيها؟ تقول شي تغير فيها من ناحيه ديالك بنادم الحيوان الشجر البحر السماء كلشي تغير. كتهضر معايا سينا واحد الحورقه دابا نسيت تعمل لي شي بلانات انا ما تدوخنيش انا ما كناكلوش الحار باش نعمل لك الحرقه. كتهضر معايا بواحد الحرقه توصلك على مدينه في طنجه خصك تفهم السؤال. طنجه كانت شحال هذه في 60 كانت طنجه مزيانه، واخا تعاود لي بين الفرق شحال هذه مع الفرق دابا. كان منادم قليل ودابا هما كيقول ما كيكسر ببركه كتحضر. ما كاين لا بركه تقادات ببركه، كاين دابا السوبر مارشي نسمي البركه تات البركه مع موالينا. يعني دابا كلشي غالي، الريستوران غالي، النعاس غالي، الحمام غالي، ايوا والدجاج غالي والحوت غالي، واش من السياح هاي؟ يعني ما خلوش ما يشجعوش الناس اللي عايشين ما بقاوش يجيونا هنا الناس. الناس ما تبقاش تهرب بحال اسبانيا، تهرب الغلا، الحياة غالية. دابا أنت كاين الغلا أو ما كاينش؟ شي الغلا وسال، أكثر من الغلا. وقولا له، يعني السياحة خصك تعمل معاها التمر رخيص باش تجي عندك. والله غالي، الزربيه غاليه، الريستوران غالي، السوبا غاليه، كل شيء غالي. يعني خصو شي واحد يجي يمشي مدينه يا اخرى ولا مالك، خصو يجي يرتاح هنا ياكل يشرب. خصو يجبر كل شيء، الحاجه رخيصه. يمشي اللوط يجبر رخيص، يمشي ياكل يجبر رخا، يمشي ينعس يجبر رخا. احلى خاوه ديالي بالعالم. صحيح ابراهيم، خاوه ديالي والعشير ديالي. صحة مزيانة، الله يرحم والديك. الله يكبر فيك، الله يرحم والديك، الله يجازيك. نهار كبير هذا تلاقينا. الله يرحم والديك. تلاقينا في وسط المدينة ديالنا طنجة. غادي نقول لك دابا تا هو السؤال مطروح على هاي، كيفاش بان لك طنجة هذا العام هذا؟ واش عمرت بالسياحة ولا ما عمرتش؟ صراحة بنت لي ما عمرت شي عام، نول عمرت بزاف. ونقول لك علاش عام نول عمرت بزاف؟ حيت كانت جات كورونا وكان بنادم تزير وكذا، وكاين بنادم اللي حرق وجا ما كانش يشوف العائلة ديالو وكذا. هذا العام الناس عاقوا ما جاوش، فهمتي كيفاش؟ هما كيقولوا تما من ناحيه الغلا بزاف، كاين الغلا بزاف. الغلا نقول لك اخاو بنادم عم مشاريع هنايا والعقار طلع والثمن مع ومتين عارف مونديال ما جي وبزاف الحاجات ما جايين في الطريق اخاي ابراهيم. يعني الطبقه المتوسطه ما يقدروش يسافروا. دابا بنادم يشري موطور بحال اللي عملت انا، موطور في الصيف هو اللي كيفوكني الخاوه، كان عمر له 50 درهم كيدوز لي سيمانه اقسم بالله. يعني كتحرك بها في وسط المدينه. في وسط المدينه والخدمه ديالنا. وان شاء الله ما عاد تسافرش هاد الصيفيه. شحال نقول لك؟ لا والو محال، لا والو قناه. تينا عارف يلاه جوجنا الامور في طيف الله. تبارك الله. الله يرحم والديك. ونهار كبير هذا تلاقيت خاو ابراهيم. تحيه للدراري ديالنا وطنجاوه وديما طنجاوي وراسي عايش. واش كتشوف الشمال عمار ولا ما عمرش؟ لا الشمال عمار، كاين ناس ديال الخارج موجودين، وكاين ناس ديال من الداخل كاين موجود. طنجة عامرة، طنجة عامرة بزاف. بصفة الناس الداخل ملي كيجيو كيشوفوا هنايا الغلا، وهذا العام هذا ناضوا صح واحد الحملات كيقولوا ما يجيوش الشمال حيت فيها الغلا بزاف. الغلا ما كاين الغلا، الغلا كاين. مطاعم كبارين غالي الغلا فيهم، ولكن مطاعم شعبيين يعني فيها شوية الرخاء. هما كيخليو مطاعم اليوم رخاصين شعبيين. كيمشيو لي غاليين. كيمشيو لي غاليين، هذا فهمتي. مطعم الشهرة يعني دابا نقولوا الناس اللي غادي يجيو لطنجة ان شاء الله ويزوروا طنجة، فين بلايص اللي تقدر تقول لهم مثلا بلايص اللي يكونوا يمشيو المطاعم اللي شعبيين اللي تسخد برا موجودين تما، كاين في شي واحد معروف في سكايتو ولا موسى بن نصير. لا خلي موسى بن نصير عقبة فرانسيس. اييه فين كاين السوسي كيعيطوا له مطعم السوسي. yeah. هذاك المطعم ماكله مزيانه 30 درهم 50 درهم 40 درهم ماكله واعره عنده. يعني الواحد نقولوا على قد الجيم ديالو كاينه. على قد ما تيخليو دابا ديك بلايص اليوم هذيك يمشيو
المواطع اللي غالي. تبارك الله عليك، شكرا بزاف. خاوتي ديالي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك يا سي ابو خير. ومرحبا بك في طنجة. مرحبا بك اخي الله يرحم والديك اخي ابراهيم. يعني دابا نسينا من الناس ديال الجالية. وهذا العام هذا بزاف ديال الناس ديال الجالية ما جاوشي. بالنسبة للغلا، شنو الرأي ديالك في هذا الشيء هذا؟ صراحة زعما الغلا والله إلا فيما كتمشي ولا في شي بلاصة الغلا كتجبر الأمور تبدلات ما بقاتش كيف ما النية والله إلا. يعني من ناحيه شحال هذه اللي كنتي كتجي مثلا نقولوا هذه واحد 4 سنين كنتي كتجي ولا عامين شنو الفرق اللي تبدل؟ الفرق الاثمنه تطلعوا وسبحان الله السيرفيس المهم بزاف ديال الحاجات تبدلت مره. يعني الانسان ما يقدرش يبقى يجي مثلا لا صراحه كنا كنجيو كل عام الانسان يقدر يجي عاميه عام لا المهم الامور تبدلت مره. وشحال هذه كنت كنشوف انا كيجي شي واحد من برجيكا ولا شي واحد كيدي العائله ديالو للرستورانتيز وكيعشيهم ما بقاش ديك الاجواء. دابا انا دام رستورانتي راه رجع بالكريدي مع الكريدي والسلام. دابا كنمشي طابلة خصك 60 70 الف منين عاد تجيب داك الشيء هذا فهمتي؟ الانسان تعرف تما خدامين وهذيك الانسان كيجي يدوز كونجي يشوف العائله ديالو ملي كتجي تمشي للمطاعم ولا القهاوي كتجبر الغلا كتجبر هما كيقول لك عاود الاسعار غلات عليهم كل واحد وكيفاش. وحنا سمعنا بزاف ديال الناس لي هاودو مثلا ما جاوش من المغرب مشاو قصروا شي اماكن اخرين مشاو يغوزو فيهم فاكونس ديالهم. حتى انا بالنسبه لي اللي كنعرف الدراري هاودو هما في اسبانيا مغوزين كونجي ديالهم قلت لهم جاني حوار معاهم هذيك قلت لهم كيفاش زعما قال لي اخي تما رخيص على هنايا قال لي كيجيو هنايا كيخلصوا قال لي ما تفكش عارف الطريق بعدا اول حاجه في الطريق عام متريكولا ولا شي حاجه مشى فيها كيمشي تما الاوتيل ناقص قال لك ان الاوتيل 150 الف الليله شي اوتيل مزيون نقولوا فهمتي وفي اسبانيا ناقص 60 70 الف فرانك عنده 5 ايطوال شي حاجه مزيونه يعني يفضلوا يبقاو تما وما يجيوش هنا. لا هادشي كامل الموضوع ديالو زعما غلات من الدنيا غلات يعني دابا ملي بقى الغلا هيدا الغلا هيدا يقدر الانسان ما يبقاش يجي ما يبقاش يجي مره والله الا وحنا مازال عندنا ديك قاعده الوالدين ديالنا كنجيو ضروري خصنا نجيو المغرب وهذيك ولكن دابا الجيل اللي طالع والله ما باقيين يجيو والله. يعني بهذا الغلا هذا راه الله يكون في العون. لا والو. شنو الرساله ديالك اللي تقدر توصل للمسؤولين؟ انا بالنسبه لي الدوله خصها تشوف على هذا الموقع تشوف شي حال من هذا الشيء هذا من الجاليه ولا الناس اللي ساكنين هنايا من كل شيء ماشي غير حنا جاليه حتى الناس اللي ساكنين هنايا راه الله احسن عون راه ناس مضرين والله الا الله يسهل عليهم والله يسهل علينا الجميع. خير ابراهيم. قلت لك كل شيء دار سي على كل. سبحان الله العظيم في شهر 7 هذا العام نيفاس ولا في شهر 8 كتكون الدنيا هنايا عامره خصوصا ساحات الامم ولكن مع الاسف شو دابا العشيه والدنيا خاوي. خاوي ديالي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخويا. قلت لي انت ماشي من طنجه مين انت؟ انا مكناسي. وشحال من عام وانتينا هنا؟ في طنجة؟ يلا طلعت هادي شي 4 شهور تقريبا. وكيفاش جاتك طنجة؟ خويا طنجة زوينة، إيه وما فهمتي زوينة المالية، اللي عنده الفلوس راه زوينة، مسكين اللي ما عندوش حتى شي حاجة راه ليه الله. وشني اللي ما عجبكش في طنجة وشني اللي عجبك في طنجة؟ خويا عجبني في طنجة كدا فهمتي راه زوينة كما قلت لك، البحر زوين وكدا وكل شيء زوين. أما ديالي الغزال الله يرحم وين؟ أما فهمتي اللي ما عجبنيش هو كاين شوية بنادم هنايا فريا وصافي. أنا قلت لي تعرضتي شي جوج مرات للحقرة. جوج المرات أخويا ولكن راك عارف خوك جواد كيجي دوكا راك عارف. ياك فيك حتى الجواد. ضروري راه ضروري. نقول لك. أنا مرحبا. الحقرة الأولانية فين وقعت لك؟ الحقرة الأولى أخويا وقعت لي في مغوغ. وشني وقع؟ خويا صافي بغاو ينصبوا عليا ولكن لقاوني هو هذاك ما داو لي والو كليت غير العصا. ما تخافش عليك. كليت غير العصا. وثاني مرة؟ وثاني مره وثاني في حومه الشوك. شنو وقع لك؟ حتى هي نفس القضيه كنت كدا غادي باغي نحسن وكدا وهادي هما يتعرضوا لي الدراري 4 بقيت جايب معاهم الدق واحد من هنا وواحد من هنا صافي وليت مشيت بحال هاد جات فيا الدقه هنايا واش ضربوك من سم؟ انا ضربوني بالمضاد بغاو يكرازيو هكذا؟ كريسياوني ماشي العادي كريسياوني داو لي 100 درهم صافي يلاه خدام في البيني يلاه مرزق الله طالع اخويا بحال كنتي كتبيع بيني؟ تنبيع اخويا البيني يعني ديك النهار كامل ديال الخدمه ديك 100 درهم داوها النهار كامل ديال الخدمه مشات لي 100 درهم اللي عايشوفك في هذا الفيديو شنو عاوز تقول لهم؟ سامح لهم ولا ما مسامحهم؟ اخويا المسامحه واخا داو لي 100 درهم هانيه ماشي مشكل يعني فلوسك تمشي وتجي كتبقاي في الرجله سينا يعني خدمتي النهار كامل؟ النهار كامل ودابا غنسقسل شكون اللي كيشري منك اكثر؟ اخويا واش الناس ديال الجاليه ولا الناس ديال المغاربه؟ لا اخويا بجوج في نفس الوقت مخلطه يعني الدعوه شويه هنا شويه هنا شويه هنا والله يعاونك راك الله يسترك ديما كوديم كوديم ديما كوديم صالوري دمان. سمعتي واحد الخبر كيقولوا الناس ديال الداخل ما غاديش يجيو من الشمال حيت الشمال فيه الغلا بزاف شنو الراي ديالك؟ الراي ديالي بلا ما يجيو السلام علاش؟ هما ملي كيجيو كاين اللي كيسمع عاش معاهم يعني كيحركوا على الاقتصاد شويه كاين اللي كياكلوا كيلبسوا كاين شنو الراي ديالك واش الشمال عمر ولا ما عمرش؟ لا عمر الشمال عامر تبارك الله ان شاء الله هاد الصيفيه دي واش عاد تسافر ولا ما تسافرش؟
نسافر ان شاء الله. فين غادي تمشي؟ شوف حسيمه. شنو البلايص اللي غادي تزور في الحسين؟ جبه. واش في هذه الخرجه هذه شحال تقدر تخسر فيها؟ 2000 ريال. وشحال تدوز؟ شحال تدوز من نهار تما؟ شي سيمانه هايده. سيمان تبارك الله عليك، تلاقاو تما ان شاء الله. حباب. خو ديالي تبارك الله عليك. تبارك الله عليك اخي. بيني وبينك واش طنجة جاتك عمرت هذا العام هذا ولا ما عمرتش في الصيفيه؟ لا والو، ماشي بحال اعوام اخرين، والو ده العام ناقصه، والو ما عمرتش بزاف الصراحه. وبزاف ديال الناس قالوا ما عجبوش طنجة مثلا، ما قالوش شي طنجة، قالوا الشمال كامل، قالوا بالصيفه صفى الغلا بزاف، شنو الراي ديالك؟ اي الصراحه كاين الغلا ده العام، ماشي بحال اعوام اخرين، كاين الغلا ده العام. والمهم قلت لنا ان شاء الله تسافر ولا ما تسافرش؟ الله ما نعرف، ما نكذبش عليك. فاش نعاود هربا من الغلا. وياك، دابا فين مشيت كاين الغلا ولكن في الشمال زايد. زايد. خاو ديالي الغزال. خاو الله يعزك. قلت لنا فين غادي تمشي ان شاء الله في هذه الصيفيه؟ قصار وصافي، حدنا القصار. قصار كبير ولا صغير؟ قصار صغير. دابا انت غاتمشي واش تخيم تما ولا كتمشي وكتجي؟ لا ساكنين تما. ساكن تما. اذا دابا نقول للناس مرحبا بكم القصار. مرحبا بكم القصار اخي. تبارك الله. هيدا كان الاراء ديال الناس، وانتم شنو الراي ديالكم؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.